ومن ثم سنشاهد تمديدا 30 دقيقة، وإذا استمرت النتيجة بالتعادل سنشاهد ضربات جزاء ترجيحية. كرة خرجت إلى التماس لصالح فريق عسيفيا. وسيم نصر الدين. إلى وسط الملعب مرة أخرى. إسلاوية تعود إلى تسح معلم كما ذكرنا في الدقائق الأخيرة. كرات غير متقنة من الجانبين. تسح معلم الآن معه يوسف حلبي. تسح معلم ولكنها صعبة. تعود إلى يوسف حلبي. إلعاد لفين، إلعاد لفين، أربعة لاعبين، خمسة لاعبين في الهجوم، كرة بينية جيدة لسند أسد، سند أسد خطير جدا، سند أسد الكرة إلي، كادت أن تكون في الشباك، سند أسد في هذه اللحظات استطاع أن يخطف الأنظار والآن هجمة مرتدة من الجانب الآخر، أوه الآن المباراة حامية جدا جدا، نضال لكنها غير متقنة. صح معلم مع الكرة الآن، عسفيا تريد أن تحرز هدف الفوز. وسيم نصر الدين ولكن الكرة مع الحارس. نوران جوا جوا سودي. سبع دقائق على نهاية المباراة الآن حامية جدا جدا جدا. فريق إكسال وفريق عسفيا يريدان حسم هذه المباراة وعدم الوصول لدقائق التمديد. الآن الكرة مع بويل إكسال من الجهة اليسرى. الكرة في صندوق الجزاء ولكن إلى الخارج. هجمة فردية جيدة من لاعب فريق أبويا إكسال إلى الخارج. كرة في وسط الملعب. إلعاد لفين. عسفيا مع 10 لاعبين. وسيم نصر الدين أصيب. الكرة مع سند أسد. لياقة بدنية ممتازة سند. إذا الفريق بالفعل الذي سيكون بلياقة أفضل حتى نهاية المباراة سيفوز. ليفين معه تسح معلم. إلى عمري ملاك. إلى سند أسد جيدة جدا. إلى صندوق الجزاء. سند أسد إلى عمري ملاك. عمري ملاك ولكن دفاع أبويا إكسال يخلص. تعود مرة أخرى إلى عسفيا. إلى عاد ليفين إلى من ولكن سند أسد غير متواجد هناك. خمس دقائق على نهاية المباراة. 0-0. والآن نخبر بأن النتيجة بين رموت منشي وإخاء إكسال 1-1. فريق إخاء إكسال مع 10 لاعبين والآن هجمة خطرة لصالح فريق أبويا إكسال. محمود جبر يعود إلى الوراء ليبني هجمة أخرى. تسديدة من الخارج ولكنها ضعيفة إلى حارس المرمى. إذا لاعب آخر من عسفيا الآن مصاب على أرض الملعب. من هو؟ إن على ما يبدو أن وسيم نصر الدين أنهى المباراة. يوجد تبديل في فريق أبويا عسفيا. زمان أنت معك 90 دقيقة ما سويش على شيء. دقيقة بدي أسوي. ولكن وسيم نصر الدين. بوش كل عبارة. بوش اضرب على الجول. هاي طلبات على الجول هاي. ولا اضرب على الجول. أصيب في رأسه. لكنه يريد أن يبقى وينهي المباراة. وسيم. بعد 4 دقائق بالضبط على نهاية هذه المباراة. والآن تبديل في فريق أبويا عسفيا. يخرج إلعاد ليفين ويدخل رقم 6 أمير روحانة. أمير روحانة. إذا الدقائق تمضي. 87 دقيقة. أبويا إكسال مع الكرة. نضال عودة. نضال عودة. نقفز غيري نقفز. والآن الكرة خطرة جدا في صندوق الجزاء ولكنها تخرج إلى الكورنر. ضربة ركنية من الجهة اليمنى. نضال عودة. يقترب إلى الكرة إلى الزاوية. ويريد أن يرفع الكرة إلى صندوق الجزاء. 5 لاعبين من إكسال في الصندوق ولكن الكرة إلى حارس المرمى.
نقترب من نهاية المباراة. عمري ملاك هذا خالص هذا أبو طنالي أسدب مسجل. إذن السؤال الآن بعد انتهاء التسعين دقيقة، أي من الفريقين سيملك لياقة بدنية أفضل، سيستطيع أن يلعب بصورة صحيحة؟ ثلاث دقائق، ثلاث دقائق يضيف حكم المباراة، لكن حتى الآن لم تنتهي دقائق المباراة 90. محمود جبر دحين على الفاضي، كرة مرة أخرى خطرة مع محمود جبر. خمسة لاعبين من إكسال في الوجوم، كرة بينية جيدة جدا، ولكن اللاعب رقم واحد على أرض الملعب إلياس حلك يبعد الكرة إلى الخارج. خليل الحاج، خليل الحاج إلى صندوق الجزاء، ولكن تعود إلى عسفيا. محاولة إلى سند أسد، تعود إلى خطر أبو ركن مرة أخرى. إكسال يسدد على الكرة، محمود جبر، كرة ممتازة إلى نور أبو ليل يسدد، ولكن الحارس مرة أخرى. إذا حارس المرمى إلياس حيلك أكثر من 7-8 مرات ينقذ عسفيا اليوم في هذه المباراة، وهذه المرة نور أبو ليل يسدد، ولكن الحارس كان لها بالمرصاد، كادت أن تكون هدف الفوز الثمين لهابوئيل إكسال. الكرة ما زالت مع إكسال الآن. نور أبو ليل ذكر من هذا اللاعب جيد جدا، عدة محاولات لهذا اللاعب للإحراز، ولكن حتى الآن لم ينجح في أي واحدة منها. تعود إلى محمود جبر، الخبرة إلى صندوق الجزاء، ولكن غير مقتنع. نضال عودي، نضال عودي، ولكن دفاع هابوئيل إكسال تميت. تعود مرة أخرى الآن إكسال، إكسال يضغط ويضغط، ودفاع عسفيا يستميت على أرض الملعب. هل سيصفر الحكم؟ الآن الدقيقة الأولى بعد 90، الحكم أضاف 3 دقائق على هذه المباراة الدراماتيكية. إذن دفاع هابوئيل عسفيا يبعدها، ولكن تعود مرة أخرى لمحاولة كسلوية. سند أسد وحيد، والآن هابوئيل عسفيا يستطيع أن يخرج إلى هجمة مرتدة مع سند أسد، ولكن مدافع فريق هابوئيل إكسال خليل الحاج يبعدها إلى الخارج. تعود مرة أخرى إلى عسفيا، عسفيا يريد أن يخطف هدف الفوز. الكرة إلى صندوق الجزاء، ولكن دفاع إكسال في المرصاد. نضال عودي، محمود جبر، محمود يرفع الكرة إلى من؟ إلى أحمد دراوشي، أحمد دراوشي، أحمد دراوشي، نضال عودي، واو الكرة حارس المرمى. الكرة مع إكسال حسب الساعة دقيقة واحدة، دقيقة واحدة على نهاية المباراة مع التمديد، والآن لربما آخر هجمة في المباراة. هابوئيل إكسال، محمود جبر على صندوق الستاش، نضال عودي يحاول تمريرة وأخرى، ودفاع هابوئيل إكسال ينقذ، وتعود مرة أخرى إلى محمد عبد الهادي، يسدد الكرة يرفعها إلى حارس المرمى إلياس حيليك. الحكم سيصفر الآن وسينهي المباراة، وهذا ما يفعله بالفعل. إذا 90 دقيقة تنتهي هنا في إكسال، عسفيا 0-0. سندخل بعد لحظات إلى التمديد، 30 دقيقة تمديد في هذه المباراة.